بل بوريت صاول عندي. قلبي المي، قلبي داك التصويره المهمه. ابدا مشاهدينا الصفحه الرسميه ديال قناه شوف تي في، كيفما كتشوفوا معنا مباشره من مدينه فاس. حنا بالضبط في المنزل ديال الشابه حياه اللي كانت تعرضت للخطف، كما جاء على لسان الاسره تعرضت للخطف والاغتصاب والحرق مما ادى للوفاه ديالها. في هذه الايام كان الحكم ابتدائيا على الجانب بسنتين، فالاسره بغات تخرج وتناشد السلطات بان هذا الحكم كتناسد القضاء المغربي كما كيقولوا. نخليكم مع الاسره، مع الاخت اولا تفسر لكم. تفضلي اختي. السلام عليكم. انا شويه الصوت عافاك. العائله الاخت ديالي حياه الله يرحمها، انا كنناشد. تفضلي بلاتي عليك، عاودي لنا شنو كان وقع للاخت بعدا في الاول. الاخت ديالي تعذبات في حياتها، دمرها، ما خلى ما دار فيها. شنو كان وقع لها؟ داها الاختطاف في الحجز، الضرب بالسلاح الابيض. من بعد واش اخوتي المغاربه يرضيكم هذا الشيء، من بعد الحكم عطيني عمايل ديالاش، عمايل واش خاطف بورطابل يعني ديالاش. حنا راه مرضناش هاد الحكم، صدمنا بزاف وتاثرنا نفسيا. الوالده ديالي مريضه، ما كتنعس، ما كتاكل، ما كتشرب، كتبات كتالم. اختي حاسه بها في قبرها، راه ما مرتاحاش حيتاش ما واخداش حقها. وحنا كنطالبوا من الحكومه ومن جلاله الملك السي الحموشي باش ينصفنا، وبغينا الحكم، بغينا الحكم يتعاود. عطينا الام شويه، نسمعوا الام ديال الحياه، الام اللي مازال مالومه ومصدومه. نحاولوا المهمه، كي بقيتي شويه لاباس عليك؟ المهمه عاودي لنا كي بقيتوا مع خاطركم. ايوا راني خاطري وليدي ما هو خاطر، ونعاس ما هو نعاس، وفياق ما هو فياق، وانا مصدومه على بنتي اللي حرقها. شنو وقع لبن؟ عاودي لنا شنو وقع القصة. خطفها من المحطة وداها وتكرفس عليها، دالها حوايجها ولا كب عليها ليسانس وحرقها، المازوت حرقها، ولا هزها وجابها للسبيطار ورماها وتم هارب وشدوه المخزن وحقوا معاه وداوه. الدرجة الثالثة بيتها بالمركب، ولا غدا داوها للدار البيضاء، السبت صبحت ميتة. ودابا عطاوها هاد الحكم، انا راني ما قدرت وما رضيتش. الا رضاكم اخوتي المغاربه حنا راضيين به، حتى حنا راه حنايا راكم متزوجاتكم وليداتكم، حنا راه حنا وليات، وهادشي راه ما يرضينا ربي ولا عبدو. يعني ما يمكنش انسان يشد انسان وعذبها في حياتها وحرقها وما خلى ما دار فيها، وياخذ عمايل ديالاش، عمايل ديال الاختطاف. يعني الحكم مازال ابتدائيا، يعني بالنسبه للمشاهدين الحكم مازال ابتدائيا. كنطلبوا من جلاله الملك ومن الحموشي باش يستنصفونا في هذا الشيء. المهم ماشي كلمه اخيره، المهم الناس اللي كيشوفوك والسلطات، والله حتى هما الله يجازيهم بخير، حتى هما عندهم وليداتهم، عندهم عيالاتهم، حتى هما يتقدر عليهم هذا الشيء. واش غير ضاوه؟ واش غير ضاوه بهذا الحكم هذا؟ واش غير ضاوه بهذا التعذيب هذا؟ عذبها ومحنها ولا حرقها؟ الا رضاو هما حتى حنا راضيين، اللي داروا هما حنا معاهم. كنطلب من الله ومن جلاله الملك ومن الحموشي يشد لي حق بنتي، وكنوجه رساله ديالي للحكومه ولكل شيء، للمغاربه صغير وكبير، يبان الحق ديال حنان ديال الرباط، يبان ديال بنتي، يبان ديال اختي. يعني هذه القصه مشابهه لقصه حنان، حياة اختي وحنان راه نفس القصة، راه بحال بحال، غير حنان عندها الفيديو واختي ما عندهاش. اما راه العذاب وداكشي اللي دار فيها راه بحالها بحال حنان، نفس المشكل وقع لهاديك وقع لهاديك. شي كلمة أخيرة بنت. وكنطلب منكم اخوتي المغاربة، الا كان هاد الحكم يرضيكم حتى حنا راضيين.